محاولة لسرقة منزل الفنانة نانسي عجرم تنتهي بفاجعة. بعدما أقدم زوجها على قتل لص، حاول سرقة منزلهما فجر اليوم بعد أن دخل ملتما إلى فيلا الفنانة في لبنان بقصد السرقة، لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادي الهاشم فعمد إلى شهر مسدسه في وجهه، فحصل إطلاق نار بين الاثنين بعدما عزم السارق على تهديد حياة بناتهما. فما كان من زوج النجمة إلا الدفاع عن عائلته، مما أدى إلى مقتل السارق على الفور، وما زالت التحقيقات جارية.